شنو هدفك بالحياة؟ هدفي بالحياة ودي أصادع أرتبط. هدفك بالحياة الصادق؟ إي. شو الصادق؟ صادق بنية على حبها على زواجها. يعني تريد تحب بنية، هدفك بالحياة تحب بنية؟ إي أحب بنية على هدفها هاي. بس هذا مو هدف، يعني تقدر يعني تصادق. أصدق. ما تعرف الصادق؟ لا. ما مصادق أبد؟ ولا حب بحياتك؟ أبد ما حب. وين المشكلة ذا تشوف؟ وين تواجه مشكلة؟ مشكلة شغلات ظروف تحكم مو هاي. ما أقدر أصادق، أخاف. تخاف من ردة فعل البنية لو تخاف من شنو؟ من مشكلة تختلف علي. يعني تخاف تصارحها لو تخاف تدخل بالعلاقة وتصير مشكلة وتختلف عليها؟ هسه المشكلة أنا أخاف منها. زين لحظة، هسه أي علاقة بين اثنين تصير مشاكل بيناتهم تتصلح الأمور؟ من أوقات أمور تتصلح لو ما تمر ما تتصلح. زين أهم مصارح بنية؟ أبد. ليش انت اصلا ما مجرب؟ ما مجرب ابد. ودي اصالح بنية ونحكي ونطلع نتونس. ما عندك جرأة؟ لا. هم انعجبت بينك وبين نفسك انعجبت بنية؟ لا ابد. يعني انت حتى اصلا ما معجب باي وحدة؟ ابد. مو صحيح؟ صحيح. زين هسه نسألك سؤال، هسه طموحك هدفك كله انه تصادق؟ صادق اي. المفروض يكون هدفك انه تصير عندك جرأة. الجرأة. حتى يلا تعبر هاي المرحلة، يلا توصل مرحلة انه مرحلة مو صحيح؟ تصير عندي جرأة. زين، بالسوشيال ميديا ما جربت؟ ابد. دزيت طلب من نام؟ ابد، دز على الفيس بس ما حد يجاوبك؟ ما حد يجاوبني. خاف تدز بوقت يعني بوقت غير مناسب. اراسل الظهرية هيك. تجرب ورا ال 12 تراسل لو لا؟ لا. يعني بس الظهرية؟ بس الظهرية. ما تعرف الخوارزمية؟ التفاعل ما تعرف ايش وقت؟ بأي وقت؟ أي وقت ما أعرف. زين جرب ترسل العصرية؟ ما عندي. المغربية؟ ما عندي مجال، عندي شغل. ها؟ إي والله. شنو تشتغل؟ أشتغل شركة. شنو هي شركة؟ مال بيبسي. اسمها دجلة. زين. شنو مواصفات فتاة أحلامك؟ يعني شريكتك بالحياة شنو تحب تكون؟ حب صفاتها. أتخرج. ما أبغى أنا ودي هنا بالعلاقة سافر. لا هسا إحنا عوفنا منك، هسا بعدين نجي عليك أنت شنو حلمك إنه تتخرج وهذا. هي مواصفات شريكة أحلامك، يعني اللي شخص اللي تحبه، البنية اللي تحبها. شنو تحب تكون مواصفاتها؟ بنية حلوة. بالتوادي. زين. تستر علي واستر عليها. زين. وانت تريد تسافر؟ اسافر انا. ليش؟ ما انا العراق ما عندي شكل. واجهت بمعاناة، يعني معاناة بالعراق؟ ايه شفت الظروف والهاي كل شيء شفت. ظروفك صعبة؟ ايه صعبة حيل. شنو اللي واجهته بالعراق صعب؟ واجهته والدتي حيل تعبانة، ابوي تعبان. هاي ظروفته. انت الوحيد لاهلك؟ لا عندي اخوان اثنين، اخو واحد يشتغل على الشركه واخوي ذاك لا شغل ولا عمل. انت اكبر واحد؟ اكبر واحد. وانت اللي شايل مسؤوليه بيتكم؟ انا اللي شايلها بيدي. زين الله يوفقك يا ربي. هسه نجي على سؤالنا، السؤال يقول ما هي عاصمه كندا؟ عاصمه كندا هي كندا. عاصمه كندا؟ لا مو كندا. عاصمه كندا. أنا أريد أساعدك وأفوزك يعني نفس الوقت. والله كلي. زين. شلون أقول لك؟ أقول لك الجواب أساعدك، مو أقول لك الجواب. الله. هي كندا. أنطيك خيارات؟ إيه. خلف الكواليس يقولوا لي أنطي خيارات، راح أنطي خيارات. عاصمة كندا. أوتاوا. أوتاوا. هسه شنو هسه قلت الخيار الأول؟ أوتاوا. شنو ده تردد وراي؟ أوتاوا. شو اسمها؟ أوتاوا. أوتاوا؟ يلا إجابتك صحيحة.